اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده بنهديها لاطفالنا الحلوين، وخاصه اللي يقول لك انا مش بحب السمك يا ماما، عايز جمبري مقلي. هو اتعود كده، الجمبري مش من فصيله الاسماك. احنا عايزين نعلم ولادنا ان كل حاجه بتطلع من الميه والسي فود والفوسفور دي حاجات لطيفه وجميله وغنيه باوميجا 3. نقول له يا ابني لما تاكل سمك يعني هتبقى ذاكرتك قويه، مش هتنسى، هتحفظ كويس، هتبقى طه حسين كده في عز ريان شبابه. الحاجات اللطيفه دي تبقى موجوده في ولادنا عشان نشجعهم وندعمهم ان هم ياكلوا السمك. النهارده هنعمل السي فود للي بيحبوه الاولاد. هنعمل الجمبري المقلي النهارده الكريسبي، نقدمه مع مايونيز او كاتشب حسب ولادنا ما بيحبوا. البعض بيحب ياكله بالطحينه. معانا النهارده شويه مكرونه بالجمبري جامدين جدا. ايه التركايه وايه الخبره الطهويه اللي تخلي المكرونه واخده طعم الجمبري والجمبري واخد طعم الكريمه؟ الحاجات اللطيفه دي. معانا المفاجاه النهارده برجر بالسي فود. هنعمل قرص من البرجر كده في كل محتويات السي فود بتاعه البحر، كابوريا، مخليه، على فليه، على سمك، على جمبري، على كاليماري، كل ده مع بعضه مع الخبره الطهويه اللي هي الصويا البودر، ونشوف ازاي نقدر ان احنا نشوي ونقدمهم في خبزه كبيره من اللي موجوده معانا. نحط معاه كاتشب بقى، بصل خاص المعتاد، ممكن نحط بطاطس مقليه حسب الرغبه. عايز اقول لحضراتكم الحلقه النهارده غنيه فوسفوريه وكمان غنيه خبره طهويه، وخاصه لاطفالنا الحلوين علشان يحبوا السمك، بما ان احنا في ايام الامتحانات وفي مذاكره وفي مسؤوليه على كل ام عظيمه بتتابعنا وبتشوفنا دلوقتي عايزه ابنها يطلع الاول وهو المتفوق على المدرسه او على العام الدراسي، فهي بتلعب دور مهم جدا، وانا سند ليكي في المطبخ اعمل لاولادك الاكلات اللي هم بيحبوها. نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا مع بعض النهارده نرضي ولادنا. انت بتحب السمك البوري مشوي رده مستكاوي سنجاري صينيه فوسفوريه صينيه سمك بالبطاطس؟ ذنب الطفل ايه يقعد على سفره مكلفه فلوس ومكلفه شغل كبير وفي الاخر الحسكه والشوك عامل له مشكله في ان هو ما يحبش السمك؟ فاحنا هنرضي ولادنا لغايه لما يكبروا ويعرفوا المسؤوليه ويعرفوا مصلحتهم فين، ويبدا بعد كده يقعد على حبايه البلطي يقزقزها زي الشيف المغازي من الراس للديل. انا عامل النهارده جمبري مقلي النهارده بطريقه بسيطه وسهله، ونشوف ازاي نخليه يبقى كريسبي ولطيف والكفر بتاعه ما يسيبش منه في قلب الزيت والجمبري ما يشربش زيت. المقادير على الشاشه. جمبري لحم، او نجيب جمبري قشر زي اللي معانا ده كده ونشيل القشر بتاعه ونشيل طبعا عرق الرمله اللي موجوده فيه حسب الرغبه. عندي الجمبري جامبو مش هيقول لا، جمبري لحم صغير مش هيقول لا. حلو الكلام. ومعانا دي ومعانا نشا، معانا توم، معانا شويه شمر حلوين، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبره. حلو الكلام. عايزاها سبايسي نقدر نتحكم فيها زي ما احنا عايزين. اول حاجه هنعمل التتبيله بتاعه الجمبري المقلي. ولكن شيف المغازي بيقول معلومه غير معلومه دايما في الحلقه، ايه هي؟ تكتبي على باب الثلاجه بتتبلي جمبري، بتتبلي كاليماري، بتتبلي صبيط سمك في اللي هتقليه في قلب الزيت، اوعى تحط اي ماده دهنيه منعا باتا، لا زبده ولا سمنه ولا زيت. حلو الكلام. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. عموما السي فود كله عموما مش غلط على السكر. الغلط الحاجات اللي بنضيفها للسي فود اللي احنا بنظلمه، ان احنا نحط زبده كتير، سمنه كتير، الحاجات دي كلها. حلو الكلام. ولكن السي فود بطبيعته اذا كان مشوي افضل طبعا، ملاش نبعد عن الماليات، نبعد شويه، وده مهم جدا. او ممكن يتشوي في الفرن او يتشوي على الجريلا. التتبيله بتاعتي حطيت توم، شويه شمر، شويه ملح، شويه فلفل، شويه زعتر، شويه كمون، شويه كزبره. حلو الكلام. هنحط معلقتين من النشا. ادي واحد معلقه هرم كده، وادي المعلقه الثانيه، بس كلام حلو ده. وعندنا يا عم الشيف معلقه مستردة صغير. دي التتبيله بتاعت الجمبري المقلي. هنعمل ايه بعد كده؟ عصره ليمون صغيره، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. حلو. ايه الاخبار؟ دي خلطه اهيت، شايفين القوام بتاعها ده كده، النشا ادالها قوام. النشا هيساعد على التصاق التتبيله في قلب الحبات الجمبري ويبقى كفر ماسك فيها. النشا هيساعد على ان الجمبري ده بعد ما يتقلي يبقى كريسبي اهو. النشا هيساعد على الخلطه دي ما تسيبش في قلب الزيت ويبقى الزيت بتاعي متعكر
والجمبري ماشي في طريق والخلطة ماشية في طريق وهكذا. شايف الخلطة دي؟ اه. اقولها تاني، دي اتعملت ازاي؟ دي بتعمليها الجمبري جامبو، جمبري صغير، جمبري لحم. هل بتعمليها السمك فيليه تبقى لطيفة وكمان تبقى السمك كريسبي، مفيش اي مشكلة. قلت انا الخلطة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقتين من النشا، ده الاساس. حطينا عليهم معلقة من المستردة، ملح وفلفل وشبر ناعم وشوية توم وعصرة ليمون. هناخد الجمبري اللحم بتاعنا اهو. طبعا احنا معانا كمية. عندنا مكرونة بالجمبري هتطلع من الجمبري ده، وعندنا كمان البرجر بالسي فود هيطلع من الجمبري ده، ومعايا جمبري قش هنقشره وناخد منه القشر بتاعه. فهناخد شويه الجمبري دول ننزلهم كده يا عم جمال في قلب الخلطه. اه شايف الجمبري ده كده التتبيله دي؟ اه هو ولا عايز لحلو ولا حد يا استاذ رحاب، عايز هداء لام كريم. حلو، راجل فرصه على شاشه القناه الاولى والتلفزيون المصري، وطبعا يا بختكم عندنا المكالمه بسعر عادي خالص، وبنبعت اهدات وكلام حلو لكل الساده المشاهدين، ودي حاجه جميله حلوه من تلفزيون بلدنا. الجمبري اتبل معانا دقيق، كميه كبيره معلش. اه هناخد الجمبري ده نحطه في قلب الدقيق ده مش اقل من نص ساعه. هي دي التركايه برضه، الجمبري ده هيطلع من التتبيله دي يتحط هنا مش اقل من نص ساعه. ليه يا عم الشيف؟ علشان يبقى الكفر وتبقى التتبيله حلوه، واللي حبيت الجمبري تبان قدام عينك كده كبيره وزي الفل. اه هننزله هنا كده ونسيبه شويه بقى ننساه ونشوف ايه اللي عندنا تاني. اه اقول تاني التركايه هنا والمعلومه الغير معلومه. ايه يا عم الشيف؟ معلقه النشا اللي انا حطيتها على الجمبري هنا هي السر في ان الجمبري يكون كريسبي، يكون مقرمش. هي السر في ان الخلطه تمسك في الجمبري ما يسيبش من الجمبري. هي السر اللي هتخلي لك الجمبري ده في التتبيله وفي الخلطه اللي انت حطها. هنقلبهم كده لغايه لما يفلفل في قلب الدقيق ونسيبه على جنب كده ننساه شويه. حلو الكلام، بس طبعا يكون فيه الدقيق فوقه، مهم جدا خلي بالك، بس لازم انك انت تمسكيه بالشكل ده كده. اه اه وتتاكدي ان هي سابت بعضه كده زي الفل. اه حلو، تاني كمان نقلب نتاكد ان كله بقى متفلفل، وناخد الدقيق اللي عندنا ده كده نسقطه عليه كده ونسيبه على جنب. يلا باي باي. حلو الكلام، دي اول خطوه. نخش على اللي بعده. هنعمل مع بعض دلوقتي شويه مكرونه بالجمبري هيعجبوكي قوي. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. تاني اول حاجه الجمبري اللي انا عملته ده كده بالشكل ده كده هيتساب على جنب لمده 30 دقيقه 25 دقيقه. حلو الكلام، حسب كميه الجمبري اللي في الدقيق، بس لازم تكون كميه دي وفيره تغطي الجمبري كله بالشكل ده كده. الجمبري ما يبانش من الدقيق، هنخليها على جنب. هنبدا نشتغل دلوقتي في ايه يا عم الشيف؟ في مكرونه بالجمبري. ممكن نشوف مقاديرها يا استاذ رحاب بعد اذنك؟ مقادير المكرونه بالجمبري على الشاشه. معانا جمبري لحم، ومعانا جمبري قشر. ولادنا بيخافوا من شكل الجمبري، فنستخدم جمبري لحم هنا. ممكن نحط شويه كاليماري معاها مفيش مشكله حسب الرغبه، وكريمه لباني وزعتر وزبده، وعندنا ميه بتغلي على النار. هنبدا ان احنا نسلق المكرونه بتاعتنا. يا خالتي يا امي يا عمتي يا كل ام عظيمه بتتابعني، نص سلقه، ما تسلقوش المكرونه سوى كامل. ليه يا عم الشيف؟ علشان تاخد من طعم الكريمه ومن طعم الجمبري. سلقتها سوى كامل المكرونه هتنزل تبقى شكلها مش لطيف مع الجمبري ولا الكريمه. اه شويه زيت صغيرين وشويه ملح، وخليكي فاكره انك حاطه ملح مع سلق المكرونه، عشان كده لازم ترفعي ايدك من الملح في الصوص اللي هتعمليه. وعندنا المكرونه بتاعتنا بتغلي اهيت. ناخد الروزماري اللي محطوط ده هنا كده الشكل الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. اهي زي ما هي كده نحطها هنا اهي اهي. الله عليك وعلى والديك. اهي ونسيبها. حلو، وتعالوا مع بعض نعمل خلطه الجمبري. طاسه شديده الحراره على النار، الماده الدهنيه اللي هستخدمها معلقتين من الزيت مع مكعب زبده. ممكن تعملي زبده بس، ممكن زيت بس، زي ما انت عايزه. حلو،
تركية لطيفة، بناخد شوية زعتر حلوين كده بنحطهم في قلب الزبدة أو الزيت، نشم ريحتهم حلوين كده. ده الجو. باخد شوية روزماري حلوين كده يا عم الشيف، بسقطهم على. دايما لما تيجي تعملي المكرونة بالجمبري خليها محور الحديث مع أولادك، مع طفلك، مع ولادك، في إن أنت بتحب الروزماري، بتحب الزعتر. هو ممكن ما يعرفش لا روزماري ولا زعتر، وارد، بس لما تقولي له وهي الولاية استاذ طعم حلو، تقول له يا حبيبي انا والله اتفرجت على الشيف المغازي على القناه الاولى، لقيته بيحط روزماري شكله حلو قوي، جاب زعتر وحطه مع البصله وهي بتتحمر والتومه، ما بقاش طعم البصل باين في المكرونه، لان في البعض لغايه دلوقتي يحب التوم بس ما يحبش يشوف شكله ولا يستطعمه، بس هو يحب التوم، وفي البعض يحب البصل بس ما يحبش ريحته، وهكذا. يعني انا عاشق للبصل الاخضر، بس لما اكل بصل اخضر لازم طبعا انا اقعد فتره طويله واستخدم نعناع ومعجون سنان علشان ريحته من بقي، ده الطبيعي. اضحي يعني طالما انا بحبه. شايفين البصلايه دي كده اتحمرت اهيت مع الروزماري، ننزل بالثوم الحلو ده كده. السي فود يا اخوانا ما يحبش الثوم متحمر، السي فود ما يحبش الثوم يتحرق، ما هيش طشه باميه ولا طشه ملوخيه ولا طشه فته، لازم الثومه تبقى حيه كده في قلب السي فود. ننزل بالجمبري اللحم بتاعنا، المكرونة فين؟ المكرونة راحت فين يا فاروق؟ راحت فين المكرونة؟ المكرونة فين؟ راحت فين المكرونة؟ ولا كنت شايفها من شوية كده عاملة زي الشجرة نزلت في المية. أنا هسلقها نص سوا بس، أحللها كده وهيئها. لكل أم بتتابعنا وبتواصل معانا وبتكلف نفسها وتتصل وتدينا كلمة حلوة وطاقة إيجابية، وأنا دايما أقول الكلمة الحلوة بنزين الحياة، الكلمة الحلوة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء، يعني تعم مع الجميع. شوية جمبري مع شوية كلماري شوحتهم في قلب النار. أو 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 لسه ما خلصتش. ناخد يلا بعدينا، ناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير على الجمبري ده ما يتشوح على النار. المكرونة هنا جاهزة نص سوا، خلونا أستعين بمية سلق المكرونة تديني قوام للمكرونة بتاعتي. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظة الأخيرة إن إحنا نقلب السي فود كده، مكرونة بالجمبري. يمكن مش مكتوب في المقادير الكاليماريا، بس الكاليماريا صديقة الجمبري في التسوية، وخاصة لو قطعتها رفيعة بالشكل ده كده. أدي الصوص بتاع المكرونة، شوف أنا هعمل إيه. عندنا مية سلق المكرونة أهي 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 أهي. يا ويلي يا ويلي، حلو أوي، تمام. ايه الاخبار؟ هو زي الفل، زي ما انا شغال كده. حلو. عندنا الكريمه اللباني اهي، تنزل كده على وش الصلصه دي. هو ده اللي بالك زي ما احنا شغالين كده. حلو. كل اللي انا هعمله دلوقتي مكان الكريمه اللباني دي كده، بجيب معلقه نشا صغيره. شايفين الصوص ده كده اهو، ادي المكرونه اهي خلاص خالص، وفيها التوابل وفيها البهارات. حلو. شفت القوام ده كده جه منين؟ القوام حد خد باله من الاول خالص عشان الكريمه ما تفرطش معايا؟ مكان الكريمه في الطبق او في البوله الصغيره اللي كانت معايا مكانها، حطيت شويه حليب ومعلقه نشا وقلبت كده، وميه المكرونه هنا. اشيل المكرونه دي زي ما هي كده واستنى عليها تصفي ميتها. هسه هسه، ونصيحه مني، اوعى تاخدها على الحوض اللي وراكي وتحط عليها ميه ساقعه من الحنفيه، ما تزعلنيش منك. بعد سنين الخبره دي كلها تسلقي المكرونه وتغسليها، دي من الاخطاء الشائعه في المطبخ، سلق المكرونه ثم غسلها ما ينفعش خالص. انا خدتها زي ما هي كده في قلب الصلصه دي كده. اللهم صل على النبي. انزلي يا مكرونه. بس خلصت، ونقلبها شوية مكرونة عجب، ونقلبها كده غلوة على النار التانية بنقدمها. بس عشان نقول للحبايب والضيوف والأولاد وقرايبنا المكرونة دي بالجمبري، هنعمل تركية صغيرة كده. ايه هي التركية؟ معانا عودين جمبري، زي ما دول كده، حطهم هنا كده.
هو ده، ده المطبخ في قلب المكرونه. ونقرقهم كده ونجرنش بهم الطبق بتاعنا برزنتيشن. هنغطيها على النار لدقائق معدوده ونقدمها لحضراتكم. عايزينها بالجبنه اهلا وسهلا، عايزينها من غير جبنه اهلا وسهلا. نستاذنك يا استاذه رحاب مقادير البرجر بالسي فود، المقادير على الشاشه. برجر بالسي فود المقادير بتقول ايه؟ غششيني. تشكيله من السي فود انت وجيبك، جمبري على سبيت على كاليماري على فليه على كابوريا مخليه بشاتول، لا ومعانا صويا بودر وملح وفلفل وزعتر ومستردة واكبر خبز برجر عند الراجل الخباز او عند البيكر اللي موجود، ومعانا خس بلدي او خس كابوتشا وطماطم خيار بخلي البطاطس مقليه جبنه وتوم. هنبدا اول حاجه بايه يا عم الشيف؟ هنهرس السي فود بتاعنا ده كده. الاول نشيك على الخلاط ده كده، ايه الاخبار ابن حلال؟ بس خلاص شيل ده كده وناخد السي فود بتاعنا ده كده، كاليماري مع الجمبري وما نحطش كتير عشان الخلاط ما يقفش معانا ويحرقنا على الهواء. نشغل الخلاط ده كده، اللهم صل على النبي. بعتذر معلش لصوت الخلاط، انا اسف، انا بس حبيت وقفت بس انا مزيكا تمام مش الصوت اللي سمعه ده. زي الفل. انا حطيت الصويا البودر مع الثوم والبصل مع قلب السي فود وبشغل الكبه، بس سامحوني معلش عشان الكبه تهرس كل ده مع بعض. وبعد ما اخلص اضافات هتشوف احنا بنعمل ايه. بعض يا عم الشيف. حلو؟ هنشيل ده كله كده. وليه تجيبها من بره؟ حته لحمه من عند الجزار ووصيه يقول له عايزه حته من الدوش تتفرم معاها كده، الدوش ده الدهون اللي ما بتسيحش على النار. حلو؟ وتبليها ببصله ناعمه، فص ثوم حلو او ميه بصل كده. خلي بالك السكينه بتاعت الخلاط ما تروحش على الخلاط، ممكن تعوري ايدك، ممكن تسيبيها مع الاطباق تنسيها تحصل مشاكل. حاضر. مقادير الكفته، شويه البصل مع حته اللحمه الطازه اللي زي الفل، كل دول مع بعضيهم. وبعدين يا عم الشيف نحطها في التلاجه شويه علشان تمسك نفسها وتتشمع، ونسيخها على سيخ، اسياخ خشبيه او اسياخ من الحديد الاستانلس يفضل عشان ما يبقاش فيه صدى، بتمسح السيخ ده طبعا بزيت. مقادير ايه يا استاذ احمد؟ طيب سندوتش البرجر على الشاشه. تاني شفناهم مع بعض، الخلطه دي زي ما شفنا مع بعض كده. حلو. ونحط شويه البقدونس الحلوين، ونحط معلقه مستردة كده صغيره في الخلطه دي كده،
البهارات بتاعتنا يا عم الشيف عبارة عن ملح وفلفل، بابريكا، شوية كمون حلوين كده مش هيقول لأ، شوية زعتر، فلفل أسود، كل ده على الخلطة. وولادك عامل إيه يا ماما النهاردة؟ عاملة برجر بالسي فود، فاجئيهم يعني. حط الملح بتاعنا، فلفل أسود، ونعجن العجينة دي كلها مع بعضيها. وخليكي زي كده شاطرة، تعملي إيه؟ ما تحطيش البهارات في قلب الخلاط وانت بتقلبي الخلاط زي ما كان من شويه. ليه يا عم الشيف؟ عشان تتحكمي فيها وتشوفيها قدام عينك، والتوابل دي ما تمسكش في جدار الخلاط. المعلومات اللي بقولها دي صدقوني والله العظيم بتكلم من القلب. تاني، الخلاط ده معايا اهو، لو انت حطيتي بهارات في قلب الخلاط وانا شغال من شويه مع حبوب الصويا، البهارات دي جزء منها هيمسك في جدار الخلاط زي ما انت شايفه دلوقتي. فيفضل وضع التوابل اللي انت حباها والمعلومه الغير المعلومه لفريق السوشيال ميديا حبايبنا اللي بيتابعوا الصفحه. اضافه التوابل بعد طحنها في الخلاط يفضل ان احنا نستفيد بها كلها بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنقلب الخلطه دي كلها مع بعضيها اهي. وهنجيب جريلا نسخنها دلوقتي على النار تسخن جامد. وبعدين نشوي القرص ده الكبير ده على قد الخبزه بتاعتنا. احنا معانا خبزه كبيره هنقطعها نصين دلوقتي، ونفلش لها بقى خس كابوتشا، طماطم شرايح، خيار مخلل، بطاطس مقليه، كاتشب، عايزه جبنه حط زي ما انت عايزه. اه زي الفل يا عم الشيف. عايزه تعملي الخلطه دي وتخزنيها في الثلاجه عشان مش كل يوم تعمليها، قطعيها وحطيها في الديب فريزر، بس يكون الديب فريزر درجه تبريده عاليه جدا علشان تمسك بسرعه وما تنزلش ميه. لما تيجي تخزني سي فود او حاجه زي اللي انا عاملها الكفته دي او البرجر ده كده، لازم تكون درجه التبريد بتاعه الفريزر جامده جدا. مهم جدا المعلومه دي. تعالوا مع بعض نغرف شويه المكرونه اللي احنا عملناهم مع بعض، مخرجنا عايز يتفرج عليهم. مكرونه بالجمبري لاولادنا الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابي ومامي. ايه الحلاوه دي؟ معانا مين يا فندم؟ الطفل عمر. يا عمر ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ايه؟ ازيك يا سيدي؟ نعم يا عمو. قول لي نعم يا عمو. نعم يا عمو. امرني يا حبيبي. عايز اسال حضرتك عن لحمة الستيك. تاني عايز لحم الستيك المشوي. حاضر عينيا. نعمل لك الستيك المشوي. حاضر. شايف الجمبري ابو شنب ده كده؟ انت هتخاف منه لو قدمناه على المكرونة، بس احنا عايزين نحطه كده علشان نقول لضيوفنا ان احنا عاملين مكرونه بالجمبري. اه حبيتين بره كده. ونجيب طبق التقديم بتاعنا الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. ونقدم المكرونه بتاعتي دي كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ حبيبي يا فندم، حبيبي انا معاك اهوت يا باشا. لحظه، هي لحظه وثانيه، طرفه عين جيبها واخطفها يا فاروق، ده انت ابداع. اه 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 ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كريمه لباني؟ اه موجوده. طعم المكرونه من الجمبري وطعم الجمبري من المكرونه والكريمه. اللهم صل على النبي. كل اللي انا هعمله دلوقتي هعمل ايه بقى؟ قولي لي. سبقتيني بنت حلال. شويه الجمبري دول او الحبتين الجمبري الحلوين اللي انا فرحان بيهم دول كده هناخده كده. الله، ويبان بالشكل ده كده. مش اختراع. ممكن تداري شنباته علشان الاولاد ما يخافوش منها، مع ان لما يحبوها هياكلوه بالشنبات بتاعته. نطلع فاصل عشان نرجع نشوف مع بعض هنحمر الجمبري ازاي. طيب هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض مع تحمير البرجر على الجريلا سخنه ودرجه حرارتها عاليه جدا، ونشوف ازاي الجمبري يتحمر ويطلع كريسبي. نقدمه مع كاتشب مايونيز حسب رغبه اطفالك واولادك، ربنا يخليهم لك. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه في الفواصل يا عم الشيف؟ والسؤال ده دايما بتسأله
من المعجبين والمشاهدين لما بيقابلوني انت بتطلع فاصل بتشرب شاي عايزين يتبنوا عليا. انا بوضب الكاونتر بتاعي، بنضف الكاونتر بتاعي، مهتم جدا بالنظافه عشان نخلق جوانا نظافه المطبخ اهم من انك تعملي اكل، لان بيولد جواكي طاقه ايجابيه، ده مهم جدا، وخاصه لو بتعملي سي فود. اخدت البرجر بتاعنا عملت واحد كبير وواحد صغير، الكبيره دي طبعا ليا انا والصغيره دي للمخرج، ومعانا الجمبري بتاعنا اللحم زي الفل طبعا، اللي بيتعب زي اللي ما بيتعبش ينفع يعني. معانا الجمبري اللحم في قلب الدقيق، طبعا عدى علينا من الطايم تقريبا 20 دقيقه او 30 دقيقه، حضراتكم احسبوها كويس. كل ما زاد الوقت مفيش مشكله، معايا زيت بيسخن كده شديد الحراره، حلو الكلام. معايا بخاخه ميه، استاذ احمد عوض مش بيحبها بس استاذنك يعني هطلع بيها دلوقتي كده اعمل حاجه، معلش علشان دي مهمه جدا. انا بصطاد الجمبري من قلب الدقيق، بعد ما اصطاده من الدقيق اغرقه في الزيت دلوقتي، بس لازم الزيت هنا يكون كثيف يعني كميه كبيره كانك بتحمر طعميه، واوعى تنسى جمبري في قلب الدقيق لان الجمبري ده لحم صغير كده، والدقيق ده ما ترميهوش خلي بالك، تقدري تنخليه وتشيلي الكلكاع منه وتحطيه في قلب الديب فريزر في كيس كده، وتكتبي عليه دقيق للجمبري او دقيق للسمك، تحمري فيه بقى جمبري فيليه زي ما انت عايزه كده، مفيش حاجه هنا زي الفل تمام. اصفيه تاني كده بالشكل ده كده، مهم جدا الحاجات اللي بعملها دي اهم حاجه على فكره عشان الجمبري يطلع معاكي زي الفل. انا عايز احط الجمبري ده في الزيت واشوف ايه اللي ورايا بعد كده بالشكل ده كده. هي غلبه شويه بس طبعا هتاكلي شويه جمبري بقولكيش بقى، تحس كده قطر معدي تحت اسناني كنت بتاكل، صوت عالي يعني كده وقرمشه وكريسبي وزي الفل كرانش يعني. وجود النشا، الخطوه اللي اعملها دلوقتي برشاش الميه بتاعتي، دايما الشيف المغذي يقول لك رش الميه مش عداوه، رش الميه بقلاوه، رش الميه قرمشه. شايفه دي اهوت، مهم جدا مش عايز اسيب جمبري هنا خساره. حبايه الجمبري متغلفه كويس شايله من التوابل، وجود النشا هنا العصب والعامل القوي والاساسي. ناخد الدقيق ده نحطه ده على ده كده، ونشيل الصينيه دي نخليها ورا. احنا كده زي الفل، حلو قوي. هنسويه كده، ومعانا بخاخه الميه انا متويها هنا خلي بالك يا استاذ احمد، ديت شكلها مش حلو خالص. سامحني معلش. دي مهمة جدا على فكرة، رشة المية دي مهمة جدا. السماكين بيعملوا يا عم الشيف، بيحطوا عليها تنسيمة مية بإيده لأنه بيعمل كمية كبيرة كده على ظهر المصفى، فإحنا بنعمل كمية قليلة كده على قد الإيه؟ الطبق بتاعنا، إنما بيعملوا 3-4 كيلو جمبري فبيحطهم في على ظهر المصفى ويبدأ ينزل بيهم. كده زي الفل تمام، هي تركاية هنا يا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد عوض معلش في شوية المية دول أنا عارف، أهي هشيلها خالص، أهي رميتها، حلو الكلام؟ وآخد الجمبري ده كده في قلب الزيت. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، وانا بحطه كده انزله مفرفر كده. من النهارده تاكلي جمبري كريسبي، من النهارده خلطه الجمبري مش هتفك من الجمبري في الزيت. الكرنب المتقطع الرفيع مع كريمه او زبادي او مع مايونيز، ويا ريت تحط معاها جزر مبشور، ويا سلام لو مامي جابت شويه زبيب حطيته في شويه ميه كده ونقعته وحطت الزبيب ده على الكورسلو بتاعنا. جيب لي الجمبري وهو بيتنطط في قلب الزيت ونشوف ازاي هيطلع معانا كريسبي، والجمبري ما يتلعبش فيه لا بسكينه ولا بشوكه ولا بمعلقه، هي لازم التنطيطه دي خلي بالك. شفت نطلع بيه كده ونرميه سابش ونسيبه. ناخد البرجر بتاعنا نسقطه على الجريلا علشان نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. ان شاء الله ماشيه زي الفل. اخبار الجريل ايه؟ الله، واحنا خلصنا يا فندم، خبر سيء، احنا 6 دقايق على الختام، مش قلت لحضراتكم؟ هو ده. ناخد الجمبري بس، حلو الكلام. جيب الصوره اللي انت حاببها بقى، معاك برجر بالسي فود ومعاك جمبري اللي تحبه هاته. ناخد الخبزه بتاعتنا الحلوه دي كده، ومعانا سرفيس حلو محترم كده فرحان بيه،
اللهم صل على النبي. ونجيب سكينه مشرشره، تقطيع الخبز، تقطيع التوست، تقطيع العيش لعمل السندوتشات يفضل تقطيعه بسكينه منشار. لا اله الا الله. حلوه، تمام. نقطع طبقه كمان، عايز انا طبقه كمان عشان اعمل ما بين كل طبقه وطبقه كده خضار، لان اللقمه معايا عاليه. اوعى تعوري ايدك بالسكينه وانت بتقطعي. زي الفل اهي، خليها كده. وهنعمل مع بعض دلوقتي سندوتش برجر كبير جدا. شيل ده كده، والنظافه يا عم الشيف اول باول. وانا شغال اللقمه عليها سمسم وعليها بذور القرع العسلي. اخبار الجمبري ايه؟ هنعمل ايه هنا بقى؟ بنشيل الجمبري ده كده اللي ادينه ونسيبه شويه، والزيت ما يهداش لغايه لما الجمبري ده يصفي زيته. بس هي التركايه هنا بقى اهو. كانك بتحمري بطاطس مرحلتين، البطاطس اللي بتسود ديت وانت بتحمريها. هنخلي الزيت يسخن شويه كده ونسيبه يعني لمده دقيقتين تقريبا. حلو الكلام؟ واحنا شغالين مع بعض. وناخد الخس الكابوتشا بتاعنا ومعانا بطاطس مقليه، نعمل اكبر سندوتش برجر بالسي فود. لاحظين النظافه كده اول باول؟ تمام. اللهم صل على النبي. انزل بالجمبري في قلب الزيت. يلا انزل يا عم الشيف. شفت النازله دي كده؟ وخرجنا الجميل اهو. كانه نازل من اول مره. هو ده، هو ده. نجهز طبق التقديم للجمبري. الخس فين؟ خس كابوتش. نعم حاضر يا فندم. سلطه الكولسلو كروب بتقطع شرايح صغيره، بيتحط له جزر، بيتحط له زبادي او مايونيز او كاتش او حليب حسب الرغبه يعني، ولكن يفضل المايونيز. حلو. وبعدين بنقلبها كويس، ويا ريت تحط معلقه سكر حلوه كده تبقى لطيفه. دي بطاطس مقليه، وهنعملها للاطفال الحلوين ان شاء الله يا فندم، عشان الاطفال الحلوين بيحبوا الكولسلو، لانه طبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا، الياف حلوه للمعده، مشاكل الامساك بتنتهي عند سلطه الكولسلو، قيمه غذائيه، المناعه بتنتهي عند سلطه الكولسلو. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ برص سندوتش حلو كده وانا واقف. انا ورايا حاجه، حط خس. حاضر يا فندم. ونقلب البرجر. يا ابن حلال. الله الله الله. حلو. حط عليه شويه زيت. طلع الجمبري بتاعنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ سامع صوت القرمشه دي كده؟ نغرفه مع بعض. الجمبري هنا في الطبق ده كده. بص على الجمبري كده بقى، وبص على الحلاوه. سامع الصوت ده كده؟ سامعين الصوت ده؟ هو ده الصوت اللي انا عايزه. ونقفل الزيت. حاضر. عينيا عينيا عينيا. شويه جمبري بجد، ما تحطيش اي خضره تحت الجمبري. نصيحتي ليكي لما تيجي تلفي مقليات اوعي تقفليها، لان المقليات ما ينفعش ان احنا نقفلها عشان البخار اللي بيطلع منها بيطريها. خلي بالك. شويه بطاطس مقليين كده، الاولاد بيحبوا البطاطس دايما، بنبقى بنجيب رجليهم يعني. ايه ده يا ماما؟ بطاطس مقليه. ياكل، يلاقي ايده راحت على الجمبري. بعد كده ما تقدريش تشيل ايده من على الجمبري. يا ابني الجمبري بتاع اخوك لما يجي اعملي له، يا ابني الجمبري بتاع ابوك، ابويا ياما اكل جمبري، وهكذا. هو بس دوقي له الجمبري ده بطعم الخلطه الشريف المغازل اللي عاملها. بطاطس دي مهمه زي الفل. عينيا. حاضر. شيل البرجر يا ابني من قلب الزيت. حاضر يا فندم. يا ويلي.
ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ وقال لك الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. معانا قطعتين من البرجر. الله، على فين؟ اهي 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 بالحجم ده كده اهو. الله الله اهو. ناخد الجزء التاني ده كده، الخبزه دي تاني كده اهو. احطها ولا اخليها؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زيد. اهو ونحط خس. ممكن نحط كاتشب او مايونيز، بس انا مش برجح ده. خلي الكاتشب والمايونيز والصلصات دي كده للي حابب يعني. حلو، ناخد الصغيره الحلوه دي كده يا ويلي على الوش كده. تتصورني معاه. حلو، معانا الخبزه بتاعتنا الحلوه دي كده. في مسترد هنا. في مسترد. شيل ده من هنا كده من النار. انت جيب الصوره اللي انت حبيبها، انت عندك صور حلوه النهارده. شايف المستردة دي كده اهي اهي، الخبزه دي كده. في ناس بتحب السويت اند ساور مع السي فود، مفيش مشكله. اللي هي الصلصه الحامضه دي بيبقى فيها طبعا عسل وفيها شويه سبايسي وفيها مستردة برضو. دي اللقمه بتاعتنا زي الفل. ايه اللي انت حطيته؟ نعم يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر. سنة شبت صغيرة، التركية دي مهمة جدا. شفت أنا عملت إيه؟ حطيت مستردة وحطيت سنة شبت، وأحط اللقمة دي كده. حلو، باين جمالها كده. مطبخنا النهاردة فوسفوري. الصورة الحلوة بتتحدث عن نفسها. خبرة طهوية. عملنا البرجر بالسي فود، عملنا جمبري مالي كريسب بنقدمه مع مايونيز أو كاتشب حسب الرغبة. معانا ده، أدي المايونيز جنب السي فود بتاعنا. وعملنا مكرونه بالجمبري لطيفه وجميله لاولادنا واطفالنا الحلوين اللي مش بيحبوا السمك، معاها بطاطس مقليه. ودي زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنجيب رجلهم على السفره علشان ان هم يحبوا السي فود. رؤيا، فن، ابداع، سند ليكي في المطبخ مع اولادك. ربنا يكرمهم ويوفقهم يا رب، للي بيمتحن واللي ذاكر واللي منتظر النتيجه من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. الكلام ده منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.